قال ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم يعني قدر الله تبارك وتعالى أن يقع الآن لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وليس المقصود بالساعة التي تعرفونها نعرفها اليوم وهي 60 دقيقة، لا، الساعة هي فترة زمنية، وكانت عند العرب هي أقل فترة زمنية معروفة، ما عندهم دقيقة وكذا، ساعة يعني فترة زمنية. ومنه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال إني أحبك. لا عفوا، هذا حديث آخر، إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول إن اللهم إني أذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول، قال فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. قصد قوله فسكت ساعة أي فترة زمنية، فترة زمنية، وليست الساعة مقصودة، وإنما هي فترة زمنية يعرفها الناس، وليست مقصودة، ممكن أقل ممكن أكثر، كما قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب أقل من ذرة أيضا، أكثر من أيضا، ولكن هذا من باب بس ضرب المثال، هذا من ضرب المثال. فقوله لا يستأخرون ساعة، يجي واحد يتحذلق ويقول إذن يستأخرون أقل من ساعة، لا لا، هذا مجرد مثال. المعنى أنهم لا يتأخرون عن الوعد الذي قدره الله تبارك وتعالى، لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون عليه، بل هو كما أراد الله تبارك وتعالى.